يسعد لي مساكم اصدقائي، ورجعنا بفيديو جديد. بس هالمره الفيديو تحدي، هل يا ترى الام4 اقوى او الكار؟ قررنا انا ونانو نعمل تحدي اللي هو المستودعات. هي راح تحمل ام4 وانا راح اخذ الكار ونتحدى بعض. ونانو اذا فازت بالام4 راح اشحن لها 10,000 شبه. مستحيل هي تفوز لاني كار، الام4 اقوى طبعا. ما بنعرف، خلينا نشوف التحدي. بس قبل ما نبلش الفيديو اصدقائي، انا كتير كتير متحمسه لصندوق عيد الحب، متحمسه اني افتح صناديق، وهلا رح نشوف مع بعض شو في بقلب الصناديق. صندوق عيد الحب، واو كتير متحمسه لاشوف شو رح يطلع لي. هذا اللبس الاحمر انا كتير عاجبني وكتير حاببته، ان شاء الله يطلع لي يا رب. وهذا اللبس ما اشبه شيء حلو، هذا لبس البطات لازم نانا تاخده. شايفين شركه بوبجي قديش بتهتم فيكم، حتى بعيد الحب نزلت لكم تياب. هلا خلونا نفتح اول 10 صناديق. بسم الله، يلا. ايوه اللبس كمان، هذا اللبس حلو بس كان لازم تطلع لنانو مو لي. صندوق كلاسيكي حلو، واو طلع لي لبسين بنفس الصندوق بنفس العشر صناديق، لبسين واو عن جد كتير حلو. طلعت لي الطاقية تبعت اللبس الجاتو. يلا خلينا نفتح 10 تانيين. يلا نفتح 10 كمان نشوف، يا رب يطلع اللبس. طلع قلب، وهون طلع الراس الجاتو. للأسف ما طلع لنا شيء، كله متكررين وقطع سيرفر. يلا خلونا نشوف، خلينا نبعت على شي رابل، خلونا نشوف شو راح يطلع لنا. يا رب اللبس الأحمر. هلأ يلا يلا يلا، هون اللبس الأحمر. يلا هذا اللبس، هذا يا الله نفس من شوي على فكرة، كتير بيشبهون. يلا 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 10 ثانية، يلا تحمست 10. نعمل هاي الحركة بكيف تزبط. يلا اللبس، يلا هون اللبس، يلا اللبس. يس يس يس، اللبس الأحمر، واو قلت لكم ما بدي يس يس، عن جد بجنن. الفراشة الحمراء كله شرطان، بتحسوه ملفوف بهدايا، عن جد اللبس هاد روعة روعة. يلا 10 تانية. فينا نفتح صندوق؟ يلا بسم الله، بعرف ما رح يطلع شيء. بس اهم شيء اخذت هذا اللبس، عن جد كثير حلو، ليكو قديش رح يطلع حلو، واو.
خلينا نشوف كمان شو طلع. طلعنا هاي الطاقيتين، واحدة جاتو واحدة طاقية عادية، وطلعتنا هاي النظارة القلب. طلعنا كمان سلاحين، الاس كي اس والكيو بي يو، عن جد حلوين ولونهم بناتي بامتياز زهري. وهي كمان الخوذة طلعت، الخوذة هي فيها ألوان كتيرة. وهلأ صار وقت التحدي بيني وبين نانو، رح نشوف مين رح يفوز، الكار أو الام فور. تعي نانو، تعي تعي، معقول تفوز علي؟ لا 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 لا، مو معقول. خلونا نشوف مين أقوى. نعم، الكار سوف يواجه الام فور. ايوه، ما في لعب مع الام فور. يا إلهي بأعجوبة، نعم كنت مفكرة حالي ميتة. تعال كافو، هاي ثاني نقطة لينا. أنا صفر لحد الآن، رح تجن المسكينة. ديكا أوف، طيرتني. كفو نانو، كفو كلا نانو. هدي هدي، ليك وين مكمبرة. طيري يا روح أمك. ولا طلقة عم تصيبك، تعي لهون، تعي. ليه؟ حاش تحيصي يا نانو، تتحركي كتير. اوه، أذتني. كفو نانو. لا هيك كتير، أنا عصبت خلص، عصبت. تعي لهون نانو، تعي. وين كمبرت ليكا؟ درملي من البوبجي. أضربها بالأم ولا يعتبر غش؟ لا حرام، الأم ضربة واحدة بنزلها. يلا معنا نعطيها فرصة. سمعني صوت نانو، عصبت. طيري. هلا بفرجيك شلون الواحد بيطير الثاني. تعي. نايس شوت.
يا كمبورة ليتني قدامها بتقول كمبورة بتصيري الماتش از اوفر اند ذا بلو تيم از ان ذا ليد. يا نانا يا روحي ما اسمها كمبرة اسمها مراوغة تعلمي. نايس شوت لك عم تكمبري طير والله بكمبر ده طيري لسه الخير لقدام. Killing spree for the blue team. Clear, يلا. رجعت لك يا روح امك. يا حرام انا لك في المرصادي شفتي تطيري انتي. انمي داون لك ما بصير الكامبري. نايس شوت. وين الكامبرا بالموضوع؟ ما انت اكبر كامبورة على وش الارض. انمي داون. علقت والله علقت. حاش تتحججي نانو. والله علقت. بدي خليني كارات احلى يعني يا لك اعطيني الانفار وخذي الكار لو ما خليكي تاخذي ولا كل. ما عندي درع وخوستي منتهيه شلون ما عم تحسني لي انا انه شلون سيدي يا روح أمك تعلمي ما تتحديني. شكلها أنا تحمست بما اني دمجتك راح اقتلك بالطبع. تعال خدي هاي خدي خدي تعال هون سبت خدي هاي رجع محلك لك The red team doesn't have a lot of time left. لا هيك كتير تحمست اجتني بالطواي طب عندك اولمبيك تمام هلا بتشوفي مين رح يقتل الثاني بطواية البيض دمجته تعي تعال
تعي نانا تعي تعي كفو طيري صار مرتين أنا اللي ربحت يس وهيك بيكون انتهى التحدي بيني وبين نانو وفاز الكار على الام 4 خشاشة والله العظيم خشاشة ضربتني بالطواي بدل الكار يا جماعة الكار اقوى ونانو رح تضل خسرانة ولا مرة ربحت علي ولا رح تربح ورح يضل اسمها بوت غشاشة انتي بوت هي بوت كتبوا لنا تحت التعليقات انا غشيت او لا انتوا بتحكموا غشاشة وهيك بيكون انتهى الفيديو اصدقائي نحن بنحبكم كتير سلام